$10 كل مرة بتقول الحقيقة. بس $10 صار بخيل يا سيستر. أنا شعري أسود، أنا لابس خاتم بإيدي، أنا ما عندي إخوة إلا ألما، أنا ما عندي إخوة إلا ألما. ماما أنا عندي شي إخوة غير ألما مش مخبرتيني عنهم؟ ما خبرتك لأنه خفت تنجرح. أنت كان عندك خي توم مختفى من 25 سنة. خليني أجرب شغلة، خي توم بعده عايش، بطل يهمني المصاري، لازم لاقي خي توم. أنا لبس جاكيت صحي، أنا كسرانة بالمدرسة، ماما كتير بتحبني. أكيد في شي غلط. ماما أنت ما بتحبيني. بري عمري كتير بحبك. طيب ليش عم تكذبي علي؟ خيي ساكن بلبنان، كيف ولا مرة شافني؟ معقول ما بيشبهني؟ خيي نسخة طبق الأصل عني صح؟ طب إذا بيشبهني وأنا مشهور على اليوتيوب لازم يكون بيعرفني. صرت كتير قريب للاقي خيي. خيي بيعرفني بس ما بده يحكي معي صح؟ ليش عملت له؟ $500 كل مرة بتكونوا منيح مع حدا. وأخيرا مش شيء أنا نجحة فيه رح جمع كتير. طب أنا كل العالم بتكرهني، كيف بدي أكون منيح؟ إذا بدك كون منيح معي. أنت كتير حلوة وشعرك كتير حلوين بس أنت ثقيلة يخرب بيتك. صرت مصاري؟ تستاهل. ما كنت عارفين. ألما ألما بليز فيك تعطيني $100 عايزتها كتير. شو $100؟ فكرتني عندي حبايب؟ تكرم عينك يا اختي يا حبيبتي، ما عندي غيري. قلت ما كنت متوقعة منك هالشيء. شو الريحة هاي؟ ايه تحمق يا زلمة. شو هيك؟ ليش خسرت مصاري؟ كنت عم ساعده. هاي حبيبي جبت لك شوكولات. ايه غريبة، أول مرة تجيبي لي شيء. $500 كل مرة بتربحوا بلعبة. اوه انا ملك الالعاب، اكيد حجمي حلق لي كثير المصاري. انا رح اربح. انت يا صغيرة؟ ايه انا، مش انت يا نبش. قولوا اصحابي انا بعبد الله الاصفر. تلعبي حجرة ورقة مقص؟ انا متأكد 100% اني حاربح. دخيل هالثقة. حجرة ورقة مقص. اكس او اكس او اكس او اكس. يلا لازم ركز، اذا ما بجيب على الكاتي رح اخسر. والله ما بيأثر، الحياة ربح وخسارة، مرة بربح مرة بخسر. ما بيأثر ما بيأثر، طلع فوقك اذا خسرت $500. كمان اذا بخسر بنص مصاري. يلا اعمل لي ريفاند، ما بدي مطلع اخسر. انت كثير بعيدة، ليش ما تبعتي؟ يا يا رب تماني، يا رب تماني. ستي صرت كتير خسران مصاري، ما عادش بدي العب شيء.